عليكم، معكم عبد الرحمن، رجع لكم تاني فيديو جديد وتجربة جديدة للعبة بيس 2021 لايت. نزلت مجانيا على البلايستيشن 4، على البلايستيشن 5، على البي سي. هتقدر تلعبها على الكمبيوتر، لأي كمبيوتر تقدر تلعبها عليه وتحمل اللعبة مجانا. اكس بوكس، مع ان في ناس كتيرة ما عندهاش اكس بوكس، لكن برضو اكس بوكس اي جهاز ما عدا الموبايل فهي مجانا على الموبايل على طول. لكن حاليا بقى خلينا نجرب لعبه بيس 2021 لايت مجانا على البلايستيشن 4 ونشوف اداها. اوكي، اللعبه موجوده هنا في جنب الالعاب الكبار زي اللعب دي كلها. فاوكي خلينا نخش على طول. زي ما انتم شايفين بيس 2021 لايت بتنزل كل سنه، لكن دي اول سنه اعمل عنها فيديو، فليتس جو على طول. اوكي اوكي، زي ما انتم شايفين انا لسه ما فتحتش اي حاجه، فهدخل من الصفر بحساب من الصفر. يا ساتر على الصوره الاسطوريه، شوف الصوره الاسطوريه، ميسي، كريستيانو، والبتاع برضو. بس الصوره دي جامده، شوف يا راحت فين الصوره. فوتبول از اباوت كومبيتينج. خلينا نسمع فيديو كريستيانو بيقول ايه. خلينا نسمع كريستيانو بيقول ايه. كرييتينج مومنتس ذات جيت سيمنتد ان هيستوري and stick with the fans. اوكي رش فور. اوكي اوكي افيلبل ناو فور فري، اللي هو بيس 2021 لايت. في عندنا ميسي راح كريستيانو. صراحة بيس ابدعوا ان هم خلوا يوفنتوس وبرشلونة، لان كريستيانو وميسي كان الماتش بتاعهم عامل ضجة جامدة. اوكي نفس الاعلان بتاع المايك كلاب، بتقدر تستبدل لعيبة. عندنا انسو فاتي، اوكي جريزمان برضه، اوكي. وبعدين عمل الاحتفال اللي هو رمى الزهور على نفسه اللي رمى الحاجات. لعيبكم مومنت برضه موجودين. اوكي كرة ميسي، كرة ميسي، كرة ميسي، كرة ميسي. ميسي 2007 موجود، لازم تشتريه. بس ميسي اللي هو ده لحد دلوقتي ما نزلهوش، وميسي ده برضه ما نزلش، وميسي بتاع نوير، وميسي بتاع الكلاسيكو. كوب برضه في بطولات كوب. اوكي عندنا العمله الجديده برضه بتاع بيس، بيجهزوا لعبه بيس 2022 انا متاكد. اوكي الانديه المرخصه يوفنتوس، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، ارسنال، وبرشلونه معروف. كريستيانو، راشفورد، اوباميانج، جنابري، انطوان، ديبالا، اوتيزوسو. يا ساتر يا ساتر. اوكي ليتس جو على طول، ليتس جو بقى على طول. خلينا نبدا لعبه بيس 2021 لايت بكريستيانو. ماي كلاب از يور كلاب، ماي كلاب از يور كلاب. الصوره دي عجبتني جدا يا جدع، الصوره دي اسطوريه. ليتس جو، خلينا نجرب لعبه بيس 2021 لايت. يلا اوكي نعمل بدء على طول. ليتس جو على طول بماركوس راش. ايه المتاح اصلا في اللعبه؟ تم انشاء بيانات المستخدم وتقدر تستخدم كل حاجه. اوكي ايه المتاح في اللعبه؟ ايه الحاجات اللي احنا نقدر نعملها؟ المتاح عندنا ان احنا ممكن نلعب قصاد الناس بطوله عبر الانترنت. ايه اللي موجود هنا؟ لو انتوا عايزين نعمل سلسله من الصفر من غير ما ادفع اي فلوس، قولوا لي تحت في التعليقات، وهنعمل سلسله من الصفر من غير ما ادفع اي فلوس في المايك كلاب، واحاول ابني فريق من الصفر كده، او من غير ما ادفع اي حاجه، سلسله من غير ما ادفع. اوكي عندنا بطوله كوب وبطوله واحد ضد واحد. خلينا نشوفها، نشوف الكوب ونشوف البطوله. لازم اوافق على الاستخدام الاول. اوكي تعال، انا موافق، انا موافق على اي حاجه، ممكن اختار اي فريق. ستنتهي المنافسه خلال 4000 ساعه، يعني انا قدامي وقت طويل. تمام هاجي بعدين. مباراه محليه، وينفع العب ماتش؟ لو ينفع العب ماتش قصاد الكمبيوتر يبقى حلو. اوكي ينفع العب ماتش، بس زي مش كل الفرق متاحه، يعني عندك ارسنال، برشلونه، بايرن ميونخ، يوفنتوس. بس حلو على فكره، مش وحش. ممكن تجيب صاحبك السنه كده مشغل دراعين. هل ينفع العب مع صاحبي ببلاش ولا هو واحد بس؟ خلينا نجرب. اهو انا صاحبي، اهو ده انا صاحبي. اوكي هل ينفع العب معاه؟ والله حلو جدا، حلو برضه. هل التعليق موجود؟ طيب خلينا نشوف التعليق العربي موجود ولا لا. كبيره جدا، اجواء مثاليه جدا. اوكي كما يبدو ان التعليق موجود، ففي حاجه اسطوريه جدا جدا ان التعليق العربي موجود وببلاش، ببلاش. فاوكي خلينا نشوف الباقي اللي هو المايك كلاب، واللي هو المهم، واللي هو اللي ممكن نبدا بيه سلسله من الصفر. يعني انت متاح لك برضه كوب، ممكن تلعب مع صاحبك كوب، ممكن تقعد تتدرب برضه، تقعد تتدرب، تشوف الركلات الحره، تشوف الار 2، تقعد تتدرب. كل ده ببلاش، مفيش، مش هتعرف تشتري. اللي مش متاح اللي هو الماستر ليج والمايك كلاب بس، يعني غير ممكن تمشيها، يعني ممكن تمشيها بحاجه ثانيه. فاوكي ليتس جو على طول. خلينا نبدا المايك كلاب ونبدا اللي هو الحاجه الاسطوريه، وهنفتح باكجات. مش هنفتح بكل حاجه لان ممكن اعمل من الصفر، فمش هفتح كل حاجه. فاوكي مرحبا بك في مايك كلاب، يمنحك الازاز. قرينا ده قبل كده، يعني بيرحب بينا في الاول. اوكي بيرحب بينا. خلينا نختار اكيد الجنسيه بتاعتنا، خلينا نختار مصري، مصري بلادي. بس قبل ما نختار مصر، اوكي ليتس جو على طول. اوكي المدربين، والمره اللي فاتت انا اخترت المدرب غلط، اللي هو المدرب 4 3 3 ده مدرب زباله. عندنا مدرب 4 2 3 1 برضه مدرب زباله، 3 1 3 3 مدرب زباله، مفيش غير ده، مفيش غير ده. اللي هيبدا ما تختارش غير ده، انا عارف ان كله هيختارها وهتبوظ وكده، بس ده الوحيد اللي ينفع الصراحه، لان يعني الخطه دي هي اللي تنفع.
ال 4 2 3 1 اللي بلعب بيها دلوقتي بزيدان وبرضه هي اللي تنفع في اللعبه، فما تختارش غيرها. انا عارف ان كله هيختارها وهتبوظ، بس يلا اوكي. اللاعب اللي هنختاره مين؟ ليفاندوسكي 3 ماتشات، لا دي بروين 3 ماتشات، لا فان دايك 3 ماتشات، 4 ماتشات قصدي، لا امبابي 4 ماتشات. ممكن عندنا مين تاني؟ ابو صلاح موجود، ابو صلاح معك، ابو صلاح موجود. مين تاني؟ سني 8 ماتشات عالمي، والله سني 8 ماتشات، والله سني يا جدع من افضل اللعيبه، و8 ماتشات دي كتيره جدا بالنسبه لي. لا خليها سني، والله سني عالمي عالمي، انا عجبني جدا سني في اللعبه، في اللعبه اسطوري. فهات لي سني يا عم يلا. اوكي هيعلمني كل حاجه، مش عايز مش عايز، انا فاهم انا عارف انا فاهم انا فاهم، انا مش حمار. دي بقى كش كره ذهبيه. عندنا زلاتان، اهم زلاتان يا رب ان شاء الله زلاتان، لاني ممكن اعمل الحساب ده حساب من الصفر، فان شاء الله يطلع لنا السلطان. طب مش لك يا سلطان، في الدوري الايطالي، في الدوري الايطالي، في الدوري حرام روسي، مفيش حد في روسيا، مين في روسيا؟ احفن واحد في روسيا يا عم حرام. اوكي جالنا 300 نقطة، حلو جدا حلو جدا، انا راضي. 300 نقطة في ليه 10000 نقطة، في ليه 10000 نقطة، في ليه 10000 نقطة. باكج جاء جالنا اسطورة اللي هو محمد صلاح، بس ما اعرفش اسمه ايه اصلا، هو اسمه ام سلاس سلاس. اوكي عندنا بواتنج برضه و50 كوين، ما ادونيش كوين كتير ليه، كان في باين راحت علينا راحت علينا يا جدع، احنا البيس لايت غلابة، والله البيس لايت غلابة، معايش غير 200 كوين وانا حاطط قانون ان انا ما اشحنش، مفيش كوين تاني يا جدع. اوكي خلينا نشوف الفريق بتاعنا. يا ساتر ما عنديش غير سون، ما عنديش غير سون، وعنده واحد حمار بره. اوكي خلينا نشوف الباكجات. عندنا باولو ديبالا، بواتنج هيفيدنا جدا، اسطورتين في البدايه حلو والله، اسطورتين بتوع لاتسيو بمناسبه التوقيع مع لاتسيو. عندنا محمد صلاص، ام سلاس النسخه مش عارف بتاع محمد، والله شبهه شبهه بسنه كده سنه، ومدي على كام لاعب انا عارفه. عندنا في فريق الاسبوع اوكي، عندنا دي بروين، هاري كين، كوادرادو، بوجبا، زاها، سافيتش، حكيمي، اشرف حكيمي. والله دي بروين يطلع لنا في اول حاجه في اللعبه حلو، هاري كين ماشي، كوادرادو، بوجبا، زاها، وبرضه اشرف حكيمي، كل اللعبة دي ممكن تطلع لنا. اوكي خلينا نشوف مين اللي موجود في بايرن ميونخ. خلينا نشوف، اوكي عندنا بيكن باور ورومانيجا وماتيوس، فليتس جو. خلينا نفتح كل الباكجات، خلينا نفتح اول واحد بواتنج، ابو شعر ابيض الجامد، ليتس جو بواتنج عالمي. بواتنج شنو احوال ظهرك يا بواتنج؟ شنو احوال ظهرك يا بواتنج يا جامد؟ ها؟ اوكي جالنا حالا بواتنج اللي ميسي كسر ظهره، جالنا حالا بواتنج اللي بعدين كسر ظهر ميسي، جالنا حالا بواتنج بطل دوري ابطال اوروبا والمدافع ابو ظهري مكسور. يلا اوكي اول باكج، اول باكج كره سوداء، اول باكج. اوكي لحد دلوقتي ما ادونيش كوينز البخله يا جدع، انا معيش غير 200 كوين، معيش غير 200، بص اهو معيش غير 200 كوين فوق يا عم حرام. تعال نفتح نشوف ده، والله ما شفته قبل كده، والله ما اعرفه، ما سمعتش عنه، يمكن انا جاهل. تعالى بول حالا هيجينا بول جاس كوين الجامد من لاتسيو، مواليد 27 مايو 1967، في انجلترا، لاعب كرة قدم انجليزي سابق ومدرب كرة قدم حاليا في ليتسجو. حالا جالنا بول جاس كوين، والله ما اعرفه، بس ليتسجو حالا جالنا. الله اوكي مش مهم، هاتوا الاسطورة الحية المدرب الحالي، ليتسجو بول، الله عليك يا ليتسجو. اوكي لسه فاضل محمد صلاح اللي في الاخر ويس. اوكي هات لي باولو ديبالا برضه، هات لي، خلينا نشوف محمد صلاح ده برضه، محمد صلاح بس اخره اس. زفت والله زفت، خطو زفت يا عم. اوكي تعال عم محمد صلاح، والله النسخه الصيني. خلينا نشوف برضه اللاعب ده اسمه بسرعه اسمه ام سلاس. اوكي جالنا حالا ام سلاس، بس لسه ما حسش عن النص براس، اصبر عشان اشوف معلوماتك. اسمه ام سلاس، اكتب صلاح وحطه جنبه ويس، ما جاليش غير محمد صلاح يا عم، بحثت عنه جالي محمد صلاح، والله يا عم بيجيلي محمد صلاح، والله بيجيلي محمد صلاح برضه، كتبت اسمه صح، مين ده؟ مش عارف. اوكي جالنا حالا ام سلاس النسخه اللي تشيلي من محمد صلاح، ليتس جو، هات ميسي وهات مارادونا وحطهم في خلاط، يطلع لك باولو ديبالا، ليتس جو. حالا جالنا من اليوفي اللي بقى بيقعد على الدكه، اللي متخاذل، اللي مش عايز يجي برشلونه من زمان، كان حالا باولو، جالنا حالا باولو ديبالا، ليتس جو. اوكي مارادونا الصغير، اوكي الرقم 10 في يوفنتوس، اوكي ليتس جو على طول باولو ديبالا، ليتس جو.
ممكن يطلع لنا كيفن دي بروين، ممكن يطلع لنا بول بوجبا، ممكن يطلع لنا اشرف حكيمي، واشرف حكيمي انا محتاجه، محتاج كله. يلا يا رب يطلع لي دي بروين، كله يقول ان شاء الله يطلع لنا البلجيكي، كله يقول يا رب يروح على الدوري الانجليزي الاول لان في بول بوجبا وكيفن دي بروين. الدوري اوكي الدوري الانجليزي كيفن كي دي بي كيفن دي بروين اوكي، بول بوجبا برضه، بول بوجبا حلو، بول بوجبا من اليونايتد، جلوري جلوري مان يونايتد، يا على بول بوجبا المتخاذل بوبا. 89 بول بوبا فريبا اسطوري من غير ما اي حاجه من جيب الفريبا اسطوري يا جدع. يلا الباكج اللي بعده ان شاء الله يطلع لي منه لاعب حلو يا جدع. انا غلبان يا جدع، صرفت كل اللي معايا خلاص، ما عادش معايا حاجه والله، ما عاد معايا حاجه. اوكي الدوري الايطالي، مين كان موجود في الدوري الايطالي؟ سافيتش حلو والله، مش وحش برضه، سافيتش حلو جدا. عايزين خط وسط لحد دلوقتي، سافيتش اوكي من لاتسيو، برضه سافيتش من لاتسيو حلو جدا. يلا ليتس جو اوكي جنة بيريز الجامد بالريفر بليت الارجنتيني. يلا تعال اقف الارتكاز يا اسطى، على ملاي واحد يا اسطى، على ملاي واحد بس، ماشي اوكي كده خدنا 50 كوين، عايزين 50 كوين بس كمان عشان نفتح الباكج، ماشي اوكي دي 50 اوكي، خدنا ال50 كوين وكده معانا 100 كوين زي ما انتم شايفين، معناهاش غيرها والله، ما معانا غيرها. اوكي ليتس جو على طول، خلينا نفتح اخر باكج، الباكج اللي هيطلع منه كيفن دي بروين، الباكج اللي هيطلع منه هاري كين ان شاء الله، كوادرادو عشان محتاج ظهير، زها برضه ليه لا، اشرف حكيمي، حارس والله انا عايز حارس يا جدع، انا عمري ما طلبت حارس، لكن هات لي حارس، المدافع ده ممكن هات لي اي حد بس ما تكررليش، ابوس ايدي ما يطلعليش بول بوجبا وسافيتش تاني. يلا ابوس ايدك، ما يطلعليش بول بوجبا وسافيتش تاني، ابوس ايدك، انا عايز اطلع مستفيد، اوكي من الدوري الايطالي، ابوس ايدك ما تقوليش سافيتش، ابوس ايدك كل اشرف حكيمي ابو اشرف على طول يطلع على ابو اشرف حكيمي، اشرف حكيمي 88، كنا محتاجين ظهير ايمن واطلع لنا ظهير ايمن، ليتس جو ابو اشرف يا جامد يا ابو اشرف، ليتس جو ليتس جو كده احنا نقدر نلعب مباراه بقى، وهوريكم الناس وهدمر الناس بالخطه دي. وجيران بواتنج مش عايز يلعب، ليه يا جيران بواتنج الزفت انت كمان يا عم؟ هو في انا هلعب اول ماتش وانا هتاكل. اوكي عندنا تحدي الاساطير فيه باكج، بسم الله عليك اساطير، فليتس جو خلينا نخش تحدي الاساطير وما نفوتوش لان عليه 3 ايام بس، فليتس جو على طول ويجي لنا ان شاء الله واحد سهل بالخطه بتاعتنا، شبه شوف الخطه بتاعتنا عامله ازاي. اوكي ليتس جو على طول، اول خصم يا رب يكون خصم سهل ان شاء الله. اوكي عنده نفس التشكيله بس عنده سانيه، باولو ديبالا، سلاس، ناكاتا، يا ساتر عنده حارس اسجل انا عليه يا عم، حتى بقوله دي بلا مش عايز يلعب واتنج مش عايز. عندنا سون، عندنا يوم من سون، ما تتخضش، ما عندناش حد تاني، مع لا باول دي بلا، اشرف حكيمي والله عليك اشرف، الله روح يا صلاص، صلاص وفان دايك صلاص هيكون اسطوره، صلاص يا حمار، الله سون ما تخيبش ظني فيك سون يومين ما بيضيعش. سنة واشرف حكيمي سنة. اوكي هطلع المدافعين دوم وان شاء الله نكسب. يلا صلاح ده عرفني، صلاح التشيلي ده عرفني انا يا جدع، سوك هناخد باكج لايك مش مهم، هناخد باكج لايك، خمسة ساعات لسه من الفريق بيتطور، ممكن اعمله من غير فلوس، لكن لسه عايزين مدافعين عايزين حد من الباكج لايك، جبنا باكج ايكون، لكن اول حاجه خلينا نفتح باكج لايك مومنت، ابو زيد حارس مرمى ومدافع زي الخال، بواتنج مين اللي تجيبه لي ولا الروس؟ انا جبت ايكون مومنت، لكن مين من الدوري الاسباني؟ ابو زيد كره سوداء، ابو زيد كره سوداء لكن كره ذهبيه والله تفيد، حلو مين
ادري 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 ماشي ماشي كباح حاليا عندنا باكج لايك واللي طلع لي قبل كده منه مارادونا اللي هيفتني مش هخسر 5-1 تاني مش هخسر تاني ليتس جو اوكي مين اللي ممكن يطلع مين اللي ممكن يطلع هل هيكون واحد اسطوره او هيكون واحد رخم بس في الاخر هيفتني مين اوكي بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله اليمين بيرلو 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 ولا مين بيرلو ليتس جو جن عالم بيرلو جن عالم اللي بيدرب يوفنتوس جن عالم بيرلو الاسطوره مع انه عنده 32 سنه جايبه لي هو جاي مدرب بس مش مهم هنحطه ارتكاز حلو جدا هيفيدنا جدا يلا ليتس جو ومحدش هيعلم عليا تاني وهنبدا من الصفر ومحدش يقدر يعلم عليا نفتح حالاً باكج حارس مرمى وان شاء الله يطلع لنا حارس مرمى كويس هنفتح باكج حارس مرمى هرب حارس مرمى كويس هرب هيطلع لي تقريبا 3 حراس مرمى معاه 30,000 وفتحت ب 25,000 فحارس مرمى هرب كويس اوكي من الدوري الانجليزي اليسون او من الدوري الاسباني اوبلك ابو زيد كرة صوت اوبلك والله اوبلك والله اقوى حارس في اللعبه يا جدع على طول يطلع لي يعني اوبلك اقوى حارس في اللعبه كلها على طول يطلع حلو جدا حلو جدا جدا حارس الاسطوره اوبلك ده والله قرار صح وكمان باتريسيو كمان جالنا برضه كذا جالنا باتريسيو اوبلك جالنا كل الحراس جالنا حارس اساسي وحارس احتياطي اوكي خلينا ندخل اوبلك على طول وباتريسيو مش مهم لان اوبلك عايز يلعب على طول فكده محتاجين بس مدافعين واحد يلعب بدل صلاص الرخم ده صلاص ده زي الزفت مع انه دمرني بس معاه مش عارف زي الزفت ليه اوكي زي ما قلت لكم لو عايزين نبدا سلسله من الصفر من غير ما ندفع فلوس كل واحد هيضغط زر اللايك بس لو انت مش مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل فيديو على طول بس برضو ده كان كل الفيديو اشوفكم الشوط الجاي كان معكم عبدو سلام عليكم.